عدنا لحضراتكم، ودايما يوم الجمعة بينورنا ويشرفنا كاتبنا الكبير الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. بنحط النقط على الحروف كده زي ما متعودين مع حضراتكم على بعض القضايا خلال هذا الأسبوع واستشراف قضايا أخرى خلال الأسبوع القادم. دايما منورنا أستاذ كرم. منور بيك. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا وسهلا. نبدأ كده بالقرار بتاع محكمة العدل الدولية والخاص بالوضع في غزة والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة من 7 يناير لحد من 7 أكتوبر لحد النهاردة. القرارات أو الحكم اللي صادر لو وصفنا يرضي الجميع ولا يرضي الجميع. يرضي الجميع لأنه أعطى مثلا بالنسبة للعرب والفلسطينيين عدة أشياء، ثلاث أو أربع حاجات، التدابير اللي تؤدي إلى منع الإبادة الجماعية، إجراءات لتوفير وإيصال الاحتياجات الإنسانية، منع التحريض على الإبادة، ومعاقبة من يشجع على ذلك. فدي يعني بالنسبة لنا أشياء يعني مطمئنة. ولكن يعني كان سقف الطموح أن يصدر قرار بوقف إطلاق النار، وهذا لم يحدث، أو على الأقل يصدر قرار بهدنة طويلة يسمح أو حتى قصيرة يسمح فيها بإدخال المعونات. فهنا أدي القرار يرضي ولا يرضي. بالنسبة لإسرائيل، بالنسبة لإسرائيل طبعا هي راضية تماما عن عدم صدور قرار بوقف إطلاق النار ولا بالتهدئة، وراضية تماما عن أن القرار نص على الإفراج عن الرهائن دون قيد أو شرط، وراضية أيضا عن التوصيف في أول القرار، التوصيف لما حدث يوم 7 أكتوبر، وكأن القرار يمكن لإسرائيل أن تفهم منه ضمنا أن هذه المبررات كانت سبب للحرب ضد غزة، وبالتالي فكرة الدفاع عن النفس. هو كتير مش راضيين عن يعني من المتابعة على السوشيال ميديا، الناس أثق فيهم يعني مش راضيين قوي عن القرار اللي طلع من المحكمة. ما هو يقول لك يرضي ولا يرضي. وبعدين على فكرة يعني في القانون أو في أحكام المحاكم الأسباب والمنطوق جزء لا يتجزأ، ومفروض أن الأسباب تؤدي إلى المنطوق وحدة واحدة، لكن احنا ملاحظين أن الأسباب، سرد القاضية للأسباب، وصفت الجرائم الإسرائيلية توصيفا دقيقا، تناولت الأوضاع المأساوية في غزة، تناولت أوضاع النساء والأطفال وعدم إدخال المعونات وأن غزة لم تعد صالحة للحياة، تناولت أيضا شهادات سواء سكرتير عام الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية. كل دي أسباب كانت تؤدي في النهاية إلى صدور قرار على الأقل حد الأدنى إدخال المساعدات الإنسانية بعد هدنة. طيب يعني هو القرار منع الإبادة الجماعية، طب كيف يتم منع الإبادة الجماعية إذا لم يكن هناك وقف إطلاق النار أو هدنة طويلة؟ فهو هنا يعني أعتقد أني يمكن برضو المحكمة يعني تعرضت لضغوط قبل الحكم بساعات. كان وزير الخارجية البريطاني بينصح بعدم صدور قرار لوقف إطلاق النار لأنه ده لن يكون في صالح القضية، تعبيرات مماثلة من نظرهم يعني تعبيرات يعني تصريحات مماثلة من ألمانيا ومن الولايات المتحدة. يعني ده أساس كرم نقول إن كده المجتمع الدولي يعني حطت إيده بالقضية الفلسطينية. المجتمع الدولي لم يخرج، قرار المحكمة لم يخرج في كثير أو قليل عن قرارات مجلس الأمن، وهي قرارات مجلس الأمن برضه إدخال المساعدات، لكن عند النقطة الفاصلة الأهم وقف إطلاق النار أو حتى هدنة طويلة، مجلس الأمن لم ينجح في اتخاذ هذا القرار. وأيضا محكمة العدل الدولية لم تتخذ هذا القرار. لو نظرنا إلى تصريحات الرئيس بايدن اللي بيتكلم فيها عن القضية نجدها مطابقة صورة طبق الأصل من قرار المحكمة. فطبعا يعني أنت بتعود بالقضية من جديد لنقطة الصفر، بترجع بقى للرؤى والأطروحات اللي موجودة خصوصا اللي بتتبناها مصر، وقف إطلاق نار، إدخال مساعدات، نبدأ بقى في حل الدولتين. يعني فأنا أعتقد أن الحل القضائي سواء أو عن طريق مجلس الأمن أو عن طريق محكمة العدل الدولية لن يؤدي إلى كثير. المحكمة أمهلت إسرائيل مدة شهر تعرض فيه الإجراءات بشأن اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية. يعني اعتقد ان وقد حدثت الاباده اصلا. حدثت الاباده والعالم كله يعلم بما في الولايات المتحده والقاسي والداني ان وقف الاباده الجماعيه يكون عن طريق وقف اطلاق النار. كيف يعني تضرب المدنيين والاهالي وبعدين
تطالب بوقف الإبادة الجماعية يوميا. شوف العدد وصل كام النهارده. فالحقيقة هو القرار هتلاقي كل الأطراف راضية وكل الأطراف غاضبة. طيب يعني الجانب المحلي أو الشق المحلي سيادة الرئيس واحتفال عيد الشرطة ال 72، والحقيقة في بعض الرسائل كده كنت عايز برضو يعني حضرتك تسمعها وتقول لنا رأيك في بعض الرسائل التي جاءت على الرئيس. طرح قضية هامة متعلقة فقه الأولويات. يعني طرح، وكان السؤال المطروح هل كان الرأي العام المصري يتحمل الأزمات الكبيرة اللي كانت 2010 و2011 و2012 و2013 إذا لم تقم أو إذا لم يعني الدولة تقوم بالإنجازات الكتيرة اللي حصلت، هل كان الرأي العام يتحمل يعني هذه الأزمات؟ إحنا ملاحظين دلوقتي مثلا إذا انقطعت الكهرباء لمدة ساعتين الناس بتتذمر ولهم حق في التذمر على فكرة. إحنا مش قلنا يتذمروا، ولكن عليهم أن يفهموا الأسباب التي أدت إلى ذلك. إذا حدثت أزمة في أي مادة تموينية الناس برضو بترضى. طيب حزمة الأزمات اللي كانت موجودة في الفترة اللي أعقبت 2011، مفيش أي مجال، أي سلعة، أي خدمة، أي مرفق إلا ما كان في أزمة. يعني إحنا كانت أزمات في المواد التموينية، أزمة في الأمن نفسه، أزمة في الأمن بعد اقتحام السجون ومديريات الأمن وإطلاق السجناء يعني في مختلف المدن والقرى، وبدأوا يرتكبوا جرائم تهريب المخدرات والبلطجة وسرقة السيارات والاغتصاب وغيره. طيب هل كان ده بجانب إيه؟ بجانب جرائم الجماعة الإرهابية، تفجير مديرية أمن القاهرة وتفجير مديرية أمن الدقهلية والهجوم على أقسام الشرطة، الهجوم على رجال الأمن، بقوا الناس عايشين في حالة خوف وذعر. الأب والأم كانوا بيخافوا على أولادهم أنهم يخرجوا بعد المغرب. يعني مصر أصبحت دولة غير آمنة بالمرة. كنا بنشوف في مظاهرات الجمعة، جمعة الغضب وجمعة الكرامة وجمعة استعادة الشرعية والمسميات الكثيرة، كانت المظاهرات بتيجي من مناطق بعينها إلى ميدان التحرير وإلى ميدان رمسيس، والناس شايلة آلي ومدافع وتضرب في الهواء، وبعض الناس يعني بيقعوا ضحايا. هل كانت مصر أو المصريين يتحملوا هذا الوضع؟ إذا كان لابد من استعادة الأمن والأمن والاستقرار. الفاتورة كانت باهظة. الفاتورة ما كانتش يعني كفاية إعادة بناء الأقسام ومديريات الأمن، عدد ضخم جدا تم بناؤه وأنفقت عليه أموال كثيرة. كنا بنلاحظ المواقع الاستراتيجية الهامة في القاهرة والمحافظات كانت بتتعمل حواليها سواتر حماية. دي بتنفق فلوس كتير جدا. تكلفة إعادة بناء الشرطة وإعادة تسليحها بعد العربيات اللي اتحرقت وبعد الأسلحة اللي تم نهبها، يعني الرقم كان مليار دولار كل شهر. مليار أو أعتقد مليار جنيه كل شهر أنت بتدفعه تكلفة للأمن. غير بقى العمليات الإرهابية في سيناء. هل كان المصريون يتحملون هذه الحالة الأمنية الهشة؟ أعتقد أنه مستحيل كانت البلد تعيش في حالة الخوف. فده شيء، دي كانت فاتورة باهظة ومكلفة أنت بتدفع تبعاتها لحد الآن. وأنت هتدفع من جيب مين؟ أنت بتدفع تبعاتها لحد الآن. الأزمات في إحنا أتذكر كان أزمات لا أنسى الطوابير الطويلة اللي كانت بتقف قدام حنفيات مية الشرب في القرى والأرياف، وكانت بعض القنوات الفضائية الخارجية بيقعدوا يصوروا. ده في إحدى القنوات جابت عربية مليانة جراكم فاضية وزعتها للناس عشان كنوع من الشماتة. الكهرباء اللي كانت بتنقطع عن المرضى في غرف العمليات وعن الأطفال في الحضانات، الأسانسيرات اللي بتتعلق ما بين الناس في ما بين الأدوار. بس هو ليه بعض الناس دلوقتي لا تتذكر إلا قطع الكهرباء النهاردة، لا تتذكر الا غلاء الاسعار النهارده؟ ما هو حينما يعني لما تيجي تتكلم مع حد مثلا ممكن ما يكونش بصير بما سبق يقول لك لا انا زعلان من حضرتك. تفضلت طبعا احنا مقدرين الزعل ومقدرين الغضب طبعا من حق الناس تزعل وبعدين بس هو برضو يعني الناس بتنسى، يمكن في حاله من النسيان او انت انتقلت الى مرحله فما فيش داعي يعني نتذكر ما فات. لكن دور الإعلام برضو ينبه الناس احنا كنا أين كنا وأين أصبحنا وإحنا عايزين نروح فين في الآخر. فطبعا يعني أدي الأزمات اللي كانت موجودة. لو مسكت قطاع تاني أزمات زي مش كانوا بيكتبوا يعني برامج بتتعمل عن شهداء الخبز، شهداء البوتاجاز،
وشهداء الاماكن الايله للسقوط. يعني موقعة الصخرة في المقطم على بعض البيوت ده كانت حفلة حفلة. وإيه بقى تحت الأرض؟ يعني السكان العشش مبنية على مزارع للتعابين والفئران والحشرات. ما يعني وما جيت تمشيهم عشان توديهم أماكن آمنة، تمسكوا بالمكان وقال لك احنا مش ماشيين، ده انتوا في خطر، قال لك احنا مش ماشيين مش كذا، وبدأت برضو ناس تسوق لفكرة انه انتوا تنتزعوا الأرض، ده مش أرض، ده في خطر. خراب. هم مثلا يعني لان كان في عمليه تحريض مستمره، لكن الناس اللي اتنقلت وشافت الحياه الادميه وشوف مثلا مثلث ماسبيرو اللي جنب التلفزيون حصل فيه دلوقتي، كانت الشوارع فيه زي التعابين. يعني شوارع ما تعرفش الشارع بيبدا امتى وبينتهي ده انت. المرحله الاولى خلصت دلوقتي، لسه في مراحل ثانيه بدات افراد. وعلى فكره الشيء الجيد ان اللي ارادوا من السكان القدام انهم يرجعوا لمثلث ماسبيرو موجودين وسكنوا عمارات، يعني عدد كبير. لكن كان الوضع ده ما كانتش في عربيه شرطه تعرف تدخل، ولا عربيه اسعاف، ولا اي نوع من الخدمه. وكان هذا المكان اللي في قلب القاهره بؤره يعني للجرائم وبؤره للمخدرات وخلافه. فانت طورت وحدثت ده، هل كان يمكن الاستمرار يعني زي يعني هذه البؤره وغيرها من الاماكن، غيط العنب في اسكندريه، غيرها من الاماكن اللي كانت هايله للسقوط والناس كانت عايشه في عشش واخواخ. يعني انت انفقت كتير على المدن الجديده والمدن للسكان وخلافه، وطورت وحدثت. الفاتوره كانت كبيره وباهظه، والمشكله دي على فكره لم يجرؤ نظام حكم في الفترات السابقه كلها ان يقتحمها، كانت مستعصيه. وبنشوف الافلام بتاعت عادل امام كراكون في الشارع والسخريه، وكانت في برامج مخصصه انها تقعد تدخل الاماكن دي وتصور بالكاميرات وتبدا حفلات الولوله والبكاء والسخريه. انت قضيت على يعني هذه البقعه السوداء، جزء كبير منها، جزء كبير من قضيت على جزء كبير منها. كل المناطق وبتحاول بقدر الامكان تم القضاء عليها بنسبه 100%، لكن انت بتحاول تم القضاء على كل المناطق الخطره في مصر بنسبه 100%. انت بتحاول بقى تحسين بعض الاماكن الاخرى ونقل السكان لاماكن اخرى، لكن الاماكن الخطره اللي كانت بتعرض حياة سكانها للخطر تم القضاء عليها وتنقل السكان لأماكن تانية. أتذكر أول ما بدأنا الصحافة كان كانت مشهورة العمارات التي تنهار، يروح محافظة القاهرة يدوله خيمة ويفضل قاعد 5-6 سنين على قائم الانتظار لحد ما تجيله خيمة. طيب اللي حصل في شبكة الاتصالات كان معروف ان اللي بيقدم تليفون اول ما بيتوظف ده لحد ما يخرج معاش او يتوفاه الله الخط ما يجيلوش. فطبعا يعني في تطورات كتيره حدثت، لذلك كانت الفاتوره كبيره والفاتوره باهظه، والفاتوره لحد دلوقتي انت بتدفع جزء منها لان كان في انهيار في كثير من المرافق. بتدفع باثر رجعي؟ ما انت بتتحمل باثر رجعي. هو يعني بص يعني قدر هذا الجيل انه يتحمل اعباء الفاتوره القديمه، قدروا ان يتحمل اعباء هذه الفاتوره القديمه اللي هي باهظه التكاليف. انظر مثلا احنا بنتكلم دلوقتي عن الاوضاع الغذائيه والاسعار غاليه شويه، ومن حق الناس هدوء في الاسعار وتبقى عندهم قدره، يعني فئات كتيره يعني ده صحيح ما بقاش عندها قدره، يبقى عندهم قدره على الشراء. لكن نتذكر برضو في الفتره ما كانش فيه سلعة إلا ما فيها أزمة، كان يوم يختفي الرز وبعده يختفي الشاي بعده يختفي السكر وهكذا، وكأن هناك من يحرض أو من يحرك هذه الأزمات. حاليا الإتاحة موجودة، السلعة موجودة، لكن الأسعار غالي. زيادة الأسعار زيادة، فدي محتاجة المعادلة والتوازن. ده يعني ده شيء مهم من الرسائل اللي قالها الرئيس. هل كان المصريون يتحملون الأزمات الكثيرة بعد 2011؟ هل كان ممكن يصبروا عليها؟ ما هو الناس بتقول فقه المشروعات، احنا أصرفنا في عمل كذا. طب المدن مش القاهرة بس، شبكات الطرق اللي سهلت المرور في المدن كانت النتيجة إيه؟ لو ما تعملش ده كانت القاهرة وعواصم المدن كانت هتتحول إلى مناطق مغلقة، لا عربية هتعرف تدخل ولا عربيه تعرف تطلع. انا اتذكر مره حضرت مجلس جلسه في مجلس الشعب، كان وزير الداخليه ايامها اللواء عبد الحليم موسى الله يرحمه، فاللواء يعني اسئله وطلبات احاطه في الجلسه، فقال لهم عباره شهيره، قال لهم القاهره دي متصممه
يعني بنفس التعبير، جمل رايح وجمل جاي، واحد واقف في الوسط يعمل كده وكده. طب مالهاش حل؟ قال لا، ده يعني في مجلس الشعب هذا الكلام قيل. دلوقتي انت شايف شرايين القاهره اتفتحت لدرجه افضل الحاجات اللي عواصم تانية في بلدان تانية. انتوا عملتوا ده ازاي؟ صحيح، يعني انا شايف ان افضل حاجات شبكه الطرق والكباري والحاجات دي. الحقيقه البعض بياخدها احيانا بالتندر كده او بالاستخفاف، لكن يعني انا شايف ان من اعظم الحاجات اللي اتعملت في الدوله المصريه في الفتره اللي فاتت، كم سنه اللي فاتوا، هي موضوع الطرق والكباري ده. صحيح. طب وبعدين يعني مسافه ما بين مدينه الانتاج او ما بين اكتوبر لحد مدينه نصر بتاخدها في قد ايه؟ بتاخدها قبل كده، كنت بتاخدها قبل كده. انا اول ما جيت جامعه القاهره في ساعتين ونص، ثلاث ساعات في السبعينات، كنت بنزل مدار رمسيس لحد جامعه القاهره، كنت باخد حوالي ساعه ونص. فاكر اتوبيس زمان كان اسمه اتوبيس كارتر، عربيتين وسطهم حاجه كده بيسموها الطبليه، وتلاقي من الطبليه ده راح طالع الدخان العادي بيجيب للناس كلها سل. على ما تروح الجامعه بتاخد وقت. حتى لو اتطور الاتوبيس برضه السكارتر كان بياخد برضه وقت. ما انا بقول لك كان بياخد من رمسيس لجامعة. لو لا ده انا بقول حتى بعد تطوير الباصات نفسها وبتاع برضه بياخد وقت، لان مفيش يعني انا بتخيل انه ان شاء الله الفتره الجايه، انا يعني اتوقع انه الحركه في ميدان رمسيس هتتحل. ما هو بص دلوقتي بقى في يعني السيد كامل الوزير برضه الحقيقه ما في وسائل مواصلات متعدده جنب انك تنقل الوزارات الوزارات والمصالح. العاصمه الاداريه تفضل الاماكن المخنوقه ده بتاع مجمع التحرير لوحده كان فيه 15 20,000، وكانت كل المصالح الحكوميه المرتبطه بالناس في القاهره والمحافظات في ميدان التحرير في المجمع، تلاقي الناس جايه كده من كل مكان بتيجي. فطبعا دلوقتي الدنيا بدات تهدى بجانب ان تعددت وسائل المواصلات. صحيح. بقى في المترو، بقت في الاتوبيسات وخلافه. صحيح. يعني فكان استحاله استحاله ان الناس تتحمل يعني هذا الوضع. كان طب الفاتوره ايه؟ الناس بتقول لك طب ما احنا جبناه، بعض الناس بالديون. طب يعني الفلوس اللي انت خدتها دي اترمت في الارض ولا انت عملت بها اصول واعدت بناء الدوله؟ ده الامر الاول. الامر الثاني، هذه المشروعات قادره على سداد اقساط وفوائد الديون ولا لا؟ لحد دلوقتي تمام ماشي الحال على مدى معين، ما تاخرناش. يعني مثلا المترو يعني رفع التذاكر جزء للصيانه وجزء للاقساط، لكن انت عندك قدره انك تسدد اقساط الديون. انت بتعمل يعني لبلدك، واي رئيس او زعيم او حاكم بعد عمر طويل باذن الله مش هياخد الحاجات دي وهو خالص معاه وماشي. خالص خالص. شوف الـ رب الاسره اللي بيسيب لاولاده حاجات، بيت ومزرعه او تجاره او حاجه، بيعيشوا مرتاحين. فانت بتريح الدنيا غير اما يسيبهم كده ايه، ما فيش حاجه خالص. يعني انا اتمنى الاجراءات دي رغم صعوبتها على المواطن، اللي المواطن طبعا شايف انها يعني فوق طاقته، بس انا يعني الحقيقه برضو يعني ممتن لسياده الرئيس انه دايما متذكر المواطن، ودايما بيقول ان المواطن متحمل، وانا مقدر الـ 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 ان الفاتوره كبيره وان المواطن متحمل. ده مهم جدا انه الرساله ما تطلع من رئيس الدوله للمواطن حبيب فيها شيء من التقدير. ما هو الرئيس برضه طرق الحديد وهو ساخن فيما يتعلق بقضيه الدولار، ويبدو ان الدولار الفتره القادمه هيبقى بالنسبه لنا مساله حياه او موت، ولا بد من التعامل مع الدولار بكل الاجراءات الممكنه حتى يحدث نوع من الهدوء في الاسواق. كل مشاكلنا الاقتصاديه، الغلاء ابتداء من اي سلعه انت تتخيلها سببها الدولار. والعاده يعني السيئه ان الناس كلها بتقدر على الدولار. صحيح. يعني حتى لو كانت بتضرب رقم كده وخلاص، حتى لو كانت السلعه ما فيهاش اي مكون دولاري. فهنا انت معركتك الفتره القادمه ضد الدولار، ولازم جهود الناس تتضافر وتبقى في يعني الناس تقعد مع بعض خبراء بقى ويشوفوا حل للمشكله دي ويقدموا البدائل، ما يبقاش عباره عن يعني جدل نظري. انت عندك البنوك
ورجال الأعمال والصناع والزراع وأيضا الأكاديميين بس تبقى في أجندة يتم الاتفاق عليها بدل ما ندخل بقى يمكن إيه؟ بقى مع الحكومة الجديدة بقى ومع الفترة الجديدة لسيادة الرئيس يمكن ده يتم التعامل معه لا ما هو في مؤشرات في مؤشرات يعني يعني تم الإعلان عن بعضها إنك تجذب حزمة كبيرة من الاستثمارات صحيح. العربية والأجنبية صحيح. هتضخ يعني أموال كثيرة 20 أو أكثر فده هيساعد على تهيئة الأجواء في نفس الوقت يعني أنت شغال في خطة أرجو أن يتم الإسراع بها بسرعة وتبقى مهمة الحكومة واتحاد الصناعات تعظيم المكون المحلي في مختلف السلع بدل من الاستيراد لا أنت إذا كنت بتستورد مثلا بتصدر بمليار دولار داخل فيها مكون أجنبي 50 مليار تبقى الفائدة قليلة فده نوع مهم جدا المكون المحلي لابد من زيادة نسبته في كل زيادة الصادرات زيادة الصادرات في اقتراحات يعني يعني احنا مش هنصادر على كلام حد لكن في اقتراحات دولة زي تركيا لا تعطي دعم للصادرات إلا على السلعة اللي بيتم تصديرها بالفاتورة يعني ما مش هديك في البداية بقى لا أنا نوع صدرت من الإجراءات للضبط أنا صدرت بمليار يبقى أنت تاخد دعم صادرات ممكن أنت تشتغل يعني كما شئت لكن ما تصدرش يبقى لا تستحق دعم الصادرات يعني في اقتراحات كتيرة جدا كمان يعني فكرة المصريين في الخارج يعني ما هو انت يعني مش هتقدر تجبرهم على التعامل مع البنوك اذا كان السعر مثلا 5 هو لقى ب7 فطبيعي ان يدور على تحسين وضعه لانا فاهم برضو ان في ناس بتلعب على الوتر ده ما يهمهاش مصلحه البلد اكتر ما يهمها في بياخدوا منهم الفلوس من هناك وبعدين انت النهارده الـ الناس دي كان بيجي منها مثلا نفترض كان بيجي منها مثلا 10 مليون مثلا يعني 10 او 12 كان بيجي مبلغ ضخم دلوقتي احنا بيجي النص ما هو نتيجة المصرفي. ان السماسرة اللي موجودين في بعض العواصم العربية اللي فيها اعداد كبيرة من المصريين وجدوا لهم يعني اماكن يعني طرق لارسال الاموال عن غير طريق الجهاز المصرفي لما يحصل هذا التوازن بين الاسعار اعتقد ان المواطن في الاخر او الانسان اللي في دوله هيمشي بقى في الاجراءات الطبيعيه لان ده اكثر امانا لي بعيد عن المصادره وبعيد عن اي عمليات فهي هنا التعامل مع الدولار في الفتره القادمه هيؤدي الى انفراج كل الازمات يمكن الشيء برضو الشيء الاوسكار ذكر حكايه يعني احنا بنصرف في الاستيراد بالدولار والاشياء اللي بنستوردها الدولار بنبيعها بالجنيه المصري فلازم يحصل توازن في النقطه دي يعني لازم فبالتالي بيحصل غلاء يعني انت بتروح جايب بالدولارات بتروح البنك افتح لي اعتماد استورد حاجات وبعدين تسدد بالجنيه فهنا بيحصل العجز فهنا لازم يبقى في يعني نوع من المشاركه بين القطاع الخاص نتمنى عندنا الازمات على حدود البلد وتاثير ده وتداعياته برضه على الاقتصاد والرئيس قال ان اي صعوبات يعني ستمر طالما كلنا على قلب رجل واحد ما هو يعني التاثير على حدودك انت حدودك كلها ملتهبه ومشتعله ثلاث حدود مشاكل يعني انت يعني انظر ما يحدث في البحر الاحمر 42% عجز في ايرادات قناه السويس نتيجه صراع انت مالكش دخل فيه صراع صحيح. الحوثيين والسفن التي تذهب للاسباب المعلنه السفن التي تذهب الى اسرائيل ثم استغلت الولايات المتحده الامريكيه الموقف ووسعت نطاق الحرب ومصر من البدايه نصحت وتحدثت صحيح. وحذرت صحيح. من ضرب الحوثيين لان المشكله كان يمكن التعامل معها بالطرق الوديه او بالطرق السلميه فانت فتحت جبهه انت بتدفع ثمنها الوضع في غزه القلق برضه على الحدود ثلاث حدود يا استاذ كار مزاعم اسرائيل حوالين محور فيلادلفيا وغيره رغم انه يعني دي قضيه محسومه فيلادلفيا الاقتراب منها يعني خط احمر وانت بتسير انا عجبني رسائل الاستاذ ديار اشوان رئيس هيئه الاستعلامات الحقيقه في المساله دي الاسبوع ده يعني دي برضو رسائل مهمه جدا مهمة في هذا التوقيت عشان اسرائيل فيلادلفيا والوضع في غزه وكلام اسرائيل والحقيقه لا يعني اسرائيل اصله الكذب والافتراء الدائم والمستمر من جانب الاسرائيليين في اسرائيل هتدرك يعني انها تدفع برضه فاتوره فادحه اسرائيل يعني هتدفع ثمن ف
فادح في الفترة القادمة، بدأ عندهم عجز وبطالة وأخطر من وهجرة. كل الأشياء الهجرة الهجرة العكسية فظيعة. يعني إسرائيل أساسا بتقوم على الهجرة، وهي بتخرب غزة عشان يعني تبقى أرض بلا سكان وتحل محلهم سكان، فأصبحت هجرة عكسية هتدفع ثمن فادح. صحيح. ويمكن المحكمة العدل الدولية في هولندا لأول مرة برضو أنها تسلط الأضواء على جرائم إسرائيل وتدين إسرائيل بهذا الشكل. وإسرائيل بعد ما كانت ضحية وبتتباكى على ما تعرضت له هولوكوست وغيره أصبحت يعني جاني، وأصبحت في نظر كثير من شعوب العالم دولة معتدية ودولة بتقوم بإبادة جماعية لشعب مسالم. في يعني بيسموها ايه نوع من التأكيد على كلام حضرتك كل تناولناه في هذا الأمر. سيادة الرئيس برضو كان ليه يعني ومضى كده أو ضوء أخضر على هذا الموضوع، هنسمعه بس ونرجع لحضرتك تاني. إن ذكرى اليوم تأتي في وقت محوري تواجه فيه منطقتنا تحديات غير مسبوقة، تواجه مصر فيه واقعاً إقليمياً خطيراً. قد كان موقفنا في التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة في قطاع غزة واضحاً منذ البداية، وقائماً على شعور عميق بالمسؤولية التاريخية والإنسانية لمصر، والوقوف دائماً بجانب أشقائها من الشعب الفلسطيني، وهو دور ستواصل مصر القيام به بنبل وشرف وتجرد حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. دي الرسائل اللي حضرتك يعني تناولناها باستفاضة في الموضوع، واعتقد انه يعني تذكير المواطن كل مرة بأنه في مخاطر وأنه في مشاكل على الحدود وأنه والمشاكل دي مش من صنعنا نحن، لكن هي من صنع الموقع الجغرافي اللي موجود. فبالتالي أنت عندك تحديات على الحدود هنا وعلى الحدود هنا، ثلاث جبهات الحقيقة مفتوحة ومشتعلة، ويعني الحقيقة ولا تهدأ، ويبدو أنها لا تهدأ. أستاذ كرم أنا مش عارف يعني احساس كده ان الهدوء بتاعها مش قريب. هي كلها مرشحه للاستمرار يعني الـ القضيه الفلسطينيه وما حدث في غزه مرشحه، يعني بداوا يتكلموا عن عام او عامين داخل اسرائيل ان الحرب مستمره. الوضع في البحر الاحمر مرشح برضه للاستمرار. السودان ما فيش اتفاق، يبدو ان الخط النهائي التقسيم داخلين على الأصحاب. ليبيا برضو يعني ربنا يحفظهم ويحميهم ولا يتم تقسيم ليبيا او تفتيت ثروتها. ودي الحاجات اللي يعني دي الدروس اللي يجب يعني تكون قدام عينينا. الدروس اللي بعد 25 يناير. 25 يناير انا هاخد بعض اللقطات مظاهر يعني نسلط على الضوء. اللقطه الاولانيه بمناسبه عدد الشرطه، احنا استأنا كلنا لمنظر ضباط الشرطة الملتحين اللي كانوا بيقفوا قدام مديرية الأمن. صحيح. وكانوا بيشجعوا على اقتحام مديريات الأمن ووزارة الداخلية. طبعا يعني انت عارف زي ضابط الشرطة يعني في الثقافة المصرية. صحيح. صحيح. والعين المصرية اتعودت ان تشوف ضابط الشرطة لابس زي نظيف. صح. يعني كده، فانت حطيت تعبق منظرهم زي الميليشيات الارهابيه في دول اخرى. نفس المنظر كانت ممكن تتحول لكده برضه يا استاذ كرم. يعني ما هو كانت السكه كده. انا عجبني جدا يعني شريط يا ريت يبقى يذاع امراه مصريه محجبه وقفت قدامهم مش خايفه منهم وقالت لهم انتوا ما بتعرفوش ربنا، انتوا بتسيئوا للاسلام، انتوا عاملين نفسكم مسلمين وانتوا ابعد ناس عن الاسلام، انتوا بتحرقوا بلدكم. ست محجبه واقفه والراجل بيتعامل معاه بمنتهى البرود، لكن صف كده. وبعدين ايه بقى؟ يعني انت عارف الـ الاماكن دي بتقوم على الانضباط وعلى انت تلاقي امين الشرطه. صحيح. هو اللي بيدي تعليمات للواء وللعقيد. صح. وللعميد. فانت عملت انهيار. وممكن يخلق بعد كده نوع من التمرد، نوع من التمرد، وهو في الاساس نوع من الاحتراف، ما هو ده نوع من الحزم زي ما حضرتك تفضلت. ده نوع تمرد ونوع عنيف. برضو من اللقطات اللي اذكرها كانت
يعني أنا لا أتذكر الاسم، لكن هي كانت رئيسة المعهد القومي للبحوث، دكتورة فاضلة. كان عندها زوجها أكبر أستاذ لأمراض العيون في طب القصر العيني، وابنها طبيب برضه في أمراض العيون. راجعين من فرح الساعة 12 من تقريبا الهرم، نازلين على وسط البلد، اللصوص قبلوهم، العربية وقعت من فوق الكوبري، الابن مات، زوجته ماتت، ولد مات، والبنت هي اللي عايشة. يعني ده الأمن اللي كنا عايشين فيه. كان الراجل الطبيب اللي ماسك قسم الرعاية الحرجة في القصر العيني، عامل عملية زرع كلى، قابلوه، خدوا في العربية بتاعت، قال لهم خدوا العربية المرسيدس، قالوا لا ما أعرفش نبيعها، خدوا أسير. هو مفروض ياخد أدوية مناعة، ما خدش المناعة، مات رموه على الطريق. ده اللي كان سيد، حالة الأمن اللي كانت سيدة، ودي المناظر المؤثرة. ما حدث على أسوار الاتحادية أنك بتعذب الناس وبتضربهم وبترش أجسامهم. هل المظاهر دي يا أستاذ كرم البعض بيغذي والبعض بيعادي الدولة والبعض بيثير حفيظة مؤسسات الدولة وبيشوف ده كل سنة يعني الحقيقة، ومش كل سنة كمان، كل فترة بنلاقي حد بيستغل قضية معينة يركب الموجة يطلع بسكة مختلفة كده ويطالب بتثوير إنجاز التعبير الشارع، هو في ثورة في الشارع. الأمر الأول أنت بتخوف الناس، تخويف الناس، يعني إذا لم تتبع تعليماتهم هيكون مصيرك كده. الأمر الثاني هدم الثقة في أجهزة وسلطات الدولة إنها مش قادرة تحميكم وإحنا هنحميكم. الأمر الثالث إيجاد سلطة بديلة. سلطة بديلة كان طبعا إحنا عارفين المشروع بتاع ميليشيات خيرت الشاطر اللي كان عايز يعمله، هي اللي كانت بتنزل الفيديو الشهير اللي كانوا بيكسروا البتاع، بيقولوا انتوا بتاكلوا جبنة نستو مش عارف يا إيه والكلام ده. فده الأمر كان ميليشيات، أنت بتستبدل، عايز تستبدل الجيش بجيشك، وعايز تستبدل الشرطة والحكومة والقضاء، عايز تأخون الدولة. انت مش جاي تحكم، انت جاي تأخون الدولة. طبعا الدولة دي ما ينفعش تتأخون لانها دي دولة يعني اقدم دولة في التاريخ. استاذ كرم جبر بشكر حضرتك شكر جزيل، رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، والعلاقة طبعا بينك وبين النقابة ده واحد يعني. ما انا قلت لهم حاجة، قلت لهم على فكرة انا الموضوع بتاعت التلاتة وحاجة تلاف وحاجة، يعني انا اقدم من اي حد في النقابة دلوقتي. الامر الاولاني، الامر التاني يعني كانت لينا معارك للدفاع عن كانت لينا معارك للدفاع عن المنى، وكلهم زملاء الحقيقة. طبعا طبعا لهم منا كل التقدير واحترام، مجلس نقابة الصحفيين وكل الصحفيين الحقيقة على راسنا من فوق، الرجل قدامنا قامة صحفية محترمة بنكون لها كل التقدير والاحترام. بشكر حضرتك أستاذ كرم، شكرا جزيلا. خليني أروح مع حضراتكم بقى وتقرير من التقارير الخارجية عاملينه من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، والحقيقة عملنا بعض الحاجات كده، نتمنى أن حضراتكم يعني تطلعوا عليها وتشوفوا الأمور ماشية إزاي. أهم حاجة تركزوا زي ما اتكلمت في المقدمة بداية الحلقة عن إزاي يرى العرب معرض الكتاب، معرض القاهرة الدولي للكتاب، وكيف يرى العرب مصر. أرجوكم تمعنوا في مثل هذه المعاني. هناخد فاصل والتقرير، وإن شاء الله أشوف حضراتكم بإذن الله الأسبوع القادم. لكم مني كل الاحترام والتقدير.